من جهته قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي أن الوضع المالي في العراق صعب، ولا أعتقد أن هناك نية أو خطوة لتسليح الجيش العراقي من فرنسا، لأن عملية تجهيز الجيش بالأسلحة تحتاج إلى مبالغ طائلة، لافتا إلى أنه من الممكن الاستفادة من فرنسا كدعم لوجستي وتدريب، ولا نستبعد وجود اتفاق مستقبلي لدعم فرنسا للجيش العراقي لتنويع السلاح المتطور من جميع الدول وعدم الاعتماد على جهة واحدة.